شنغاي والضفدع حكاية من التراث الكوري. عاشت في قديم الزمان فتاة جميلة مع والدها، كانت لطيفة ومحبوبة من جميع الحيوانات. حسنا أيها الأصدقاء، كلوا الطعام بهدوء. أوه، مزيدا من الطعام. يا عزيزي، هل أنت جائع أيها الضفدع؟ حسناً، انتظر لحظة. مرحباً بك في أي وقت، نحن جميعاً أصدقاء. كل الطعام الآن. حدث شيء مؤسف لوالدك، لقد أغمي عليه. الشتاء بسرعة، أليس كذلك؟ أشعر باليأس. أنت جائع، أليس كذلك؟ لا تقلق، خذ كل، لدينا طعام كثير، لا تهتم. نعم، أنت هنا؟ أريد أن أتحدث معك بشأن والدك. لقد أخبرها القروي بأن هناك طبيبا ماهرا في القرية المجاورة وباستطاعته أن يشفي مرض والدها. سوف أعمل وأوفر بعض النقود. عملت شنغاي بجد، وعملت كخادمة في بيوت الناس، وأينما ذهبت وحلت كانت فتاة محبوبة من قبل الجميع. إني شاكرة لك قدومك إلى هنا ومساعدتك لنا، إني أرثي لحالك لأنك لا تزالين صغيرة. ولكن هل تعرفين القرية التي فوق الجبال؟ يقال بأن هناك وحشا يظهر مرة واحدة في السنة ويأكل الفتيات، ولكن بما أن أولياء الأمور لا يريدون أن تؤكل بناتهم من قبل الوحش، سمعت بأنهم يشترون الفتيات الفقيرات من القرى المجاورة. يا للفتاة المسكينة، عليها أن تعمل في البرد، لو لم أكن مريضا لساعدتها. مرحبا. قلت بأنه لا فائدة منه. يا إلهي، ماذا أفعل؟ مهما عملت شنغاي وربحت، فقد كانت النقود تنفق على المعيشة، وهكذا لم تستطع تسديد أجرة الطبيب. أتمنى أن أكسب المزيد. سمعت بأنهم يشترون الفتيات الفقيرات. ولكن ماذا لو أصبحت ضحية له؟ كان من الضروري أن يذهب الوالد إلى المستشفى، وبالفعل جاءت النقود من قرية فوق الجبل،
لأن شنغاي وعدتهم بأنها ستصبح الضحية. متأسفة لأني لم أقدم لك من قبل سوى الرز، أما اليوم فقد عملت لك شيئا مميزا. هيا كل، كل، ما الأمر؟ ألا تريد أن تأكل؟ لقد تألم الضفدع كثيرا لاعتزام شنغاي تقديم نفسها ضحية للوحش. وهكذا تبع الضفدع الفتاة شنغاي وهجم الوحش بالوقت المناسب. في صباح اليوم التالي تجمع حول المكان جميع سكان القرية الذين سمعوا صوت الانفجار في الليلة الماضية. ضفدعي المسكين، لقد ضحيت بنفسك من أجلي، غير معقول، لقد مت بدلا مني، مستحيل، ضفدعي المسكين. ومنذ ذلك الحين والضفدع الذي قتل الوحش
اعتبره سكان القرية بمثابة الحارس الشجاع، ومات الضفدع، ولكن شجاعته وفطنته بقيت راسخة في قلب شنغاي إلى زمن بعيد. Oh, my God.